صباح الفل والخير والجمال على احلى مشاهدين في الدنيا، متابعي قناه مدرستنا 3 وبرنامج طابور الصباح. برحب بحضراتكم في حلقه بدايه الاسبوع. طبعا كل طلاب الثانويه العامه النهارده هيمتحنوا ماده اللغه العربيه، ان شاء الله يا رب ربنا يوفقكم جميعا تحلوا كويس. علشان كده في بدايه حلقتنا بنقول لكل الطلاب اللي عندهم امتحانات ربنا معاكم، بنتمنى ليكم كل النجاح وكل التوفيق، ويعني كله يجيب الدرجات اللي نفسه فيها واحسن كمان من الدرجات اللي نفسه فيها. قبل ما ابدا طبعا او قبل ما نبدا لازم اصبح على العزيزه فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ صباح الورد. صباح الجميل. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام يا رب دايما يا رب. صباح الورد والفل والياسمين على كل متابعي برنامجنا طابور الصباح، تحيه لكل مشاهدينا في كل مكان. في البدايه عايزه اقول بس لكل طلاب الثانويه العامه ربنا معاكم وربنا يقويكم ويعينكم على الفتره دي، ودعواتنا اكيد معاكم ان شاء الله تعدوا المرحله دي على خير وتكونوا كده فخورين بنفسكم. بس اهم حاجه ان انتوا تذاكروا كويس قوي وتركزوا كويس قوي قوي، وان شاء الله الامتحان يجي ما فيش اسهل منه ان شاء الله. طول على فكره بصي، كنت دايما بسمع جمله كده زمان بتاعت لو انت مذاكر الامتحان هيبقى سهل. بالظبط. فان شاء الله اهم حاجه المذاكره طبعا. بالظبط، لان هو الامتحان هيبقى سهل. ايه سهل منين او صعب منين؟ من خلال انا حصلت ايه، انا واصل لايه. فانا اللي على اساس اللي انا واصل له هيبقى سهل او صعب او متوسط. ده ما يمنعش طبعا ان في حته تركات كده علشان الطالب المتميز يعني، لكن ان شاء الله كلكم تكونوا عملتوا اللي عليكم وربنا يوفق الجميع. من كلامنا بقى عن الثانويه العامه خلينا نروح للخبر اللي معانا النهارده. من ايام كان العالم بيحتفل باليوم العالمي للتوعيه بشان اساءه المعامله للمسنين، وده بيبقى الهدف منه رفع الوعي بالمشاكل اللي بتواجه كبار السن، وكمان اهميه زياده الوعي لرعايه المسنين وتقديم لهم كل الحب والدعم والود. عشان كده اطلقت وزاره التضامن الاجتماعي مبادره العمر الذهبي لكبار السن تحت رعايه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي. بدات بالفعل المرحله الاولى من المبادره بمشاركه 200 مسن من دور وانديه المسنين بمحافظات دمياط وبورسعيد والسويس والاسماعيليه. عايز اقول لكم بقى ان الهدف الرئيسي من المبادره الخاصه بالعمر الذهبي هو تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الاولى بالرعايه، منهم فئه كبار السن، وتنفيذ رؤيه وسياسه وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات، وده من خلال تقديم أنشطة سواء كانت ثقافية أو دينية أو ترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن. ده كمان غير تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن. وعشان كده تضمن برنامج الاحتفالية اللي أقيمت بمجمع الرعاية الاجتماعية في دمياط الجديدة مشاركة الفرق الاستعراضية بقصر ثقافة دمياط وعدد من الأنشطة الفنية والثقافية، وكمان توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين مع تقديم الخدمات الصحية والطبية لكبار السن من خلال فرق الهلال الأحمر المصري. كمان تم افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية. الحقيقة أن مهم جدا أن كبار السن يندمجوا في المجتمع، لأن فعلا السن مجرد رقم، وأحيانا بعد المعاش وسن التقاعد بيبقى كده كل احتياجات كبار السن أنهم يحسوا أن لسه عندهم حياة. علشان كده أنا شايفة أن دي مبادرة مهمة جدا، وياريت كل حد فينا فعلته حد من كبار السن أنهم يحاولوا يلاقوا أنشطة يقدروا أنهم يعملوها معاهم، لأن حقيقي ده بيفرق بشكل كبير جدا في نفسيتهم. بكده تبقى خلصت أخبارنا. لسه بقى هنشوف عندنا إيه النهاردة. عندنا إيه عمر؟ بصي النهاردة الحلقة بقى كلها كده مخصوص للشباب اللي أنا يعني متعاطف معاهم جدا، لأن هم يعني في عز بقى الامتحانات وفي عز المذاكره. طبعا ما عندناش اغلى منهم يعني. ده حقيقي. يعني في جمله كده بتقول في بيتنا طالب ثانويه عامه. طبعا بعد الجمله دي بيجي ان اي رفاهيات ممنوعه سواء للطالب او لاخواته او للبيت كله، والبيت بيبقى معسكر، والمعسكر ده بيبقى ازيد في فتره الامتحانات لان خلاص هي دي الفتره الاهم بالنسبه للاهالي. الحقيقه ان التوتر والقلق اللي بيبقى عند الاهل والمعسكر اللي بيتم انشاؤه ده خصوصا في فتره الامتحانات بيأثر بشكل سلبي يا جماعه على الشباب اللي عندهم امتحانات، واحيانا بيخليهم في حاله نفسيه سيئه، وده بيأثر على تحصيلهم الدراسي وقدرتهم على الحل في الامتحان. عشان كده في الفقره دي هنعرف نصايح تساعد الاهالي ازاي يخلقوا اجواء محفزه على المذاكره ويحافظوا على جو الهدوء. ده هيكون من خلال ضيفتنا اللي هتنورنا نهال فهمي استشاري الصحه النفسيه. نطلع فاصل ونرجع نبدا فقرتنا على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. حاله الطوارئ، معسكر المذاكره، ممنوع اللعب، مفيش خروج،
مين فينا ما سمعش المصطلحات دي وايام الامتحانات؟ انا شخصيا من الناس اللي سمعتها كتير جدا طول فتره الامتحانات، خصوصا امتحانات الثانويه العامه. طبعا طبعا بيبدا بقى التوتر والقلق والخوف على مستقبل الاولاد من قبل الاهالي، لان الحقيقه امتحانات الثانويه العامه هي واحده من اكتر الفترات الحاسمه واللي بتحدد اختيارهم للكليه، بعدها ممكن انها تحدد مستقبلهم كله بشكل عام. عشان كده الاهالي للاسف بيعيشوا ولادهم في حاله من الرعب لدرجه بتخليهم ما يعرفوش ان هم يحصلوا دراسيا كويس، ولو لا قدر الله الولاد حلوا في امتحان مش كويس بتبقى حاله بقى من النكد في البيت كله. عشان كده في فقرتنا النهارده هنعرف شويه نصايح للاهالي تساعد ولادهم ان هم يركزوا في المواد اللي هيمتحنوها ويركنوا على جنب اي ماده خلصت سواء حلوا فيها كويس او لا. ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا نهال فهمي، استشاري الصحه النفسيه. ازيك يا استاذه؟ اهلا، منورانا. اخبارك ايه؟ بنوركو. اهلا بيكي، ودايما كده بتنورينا في طابور الصباح. ربنا يخليكي، منور بيكو دايما. تسلمي. احنا حاليا في حاله طوارئ، معسكر كده موجود في اغلب البيوت المصريه اللي فيها طالب ثانويه عامه، ويمكن زي ما قلنا في البدايه ان المعسكر ده مش بس بيكون قاصر على الطالب، لا ده لافراد الاسره كلها. فازاي الاجواء العامه في البيت بتاثر على الطالب سواء من الناحيه النفسيه او من ناحيه تحصيله الدراسي؟ هقول لك حاجه يا فاطمه، عمرو قال في الاول ان هو معسكر، وقلتي ان هو دلوقتي بيصيب البيت بالكامل، يعني جميع افراد الاسره بتتوتر. طب مين الهادي اللي هيحاول يتحمل ويمتص كل التوتر ده؟ لما الاهالي تتوتر والولاد اللي بتروح الامتحانات تتوتر، مين الهادي اللي هيقدر يتعامل في البيت؟ مين اللي هيقدر يكيف الظروف المناسبه للولد او البنت وهما نازلين رايحين امتحانهم لما كلنا نتوتر؟ التوتر بيعمل ايه؟ التوتر بيخلينا عندنا سرعه في ردود افعال، احنا بننفعل بسرعه، احنا مش قادرين نتحكم في غضبنا، فبالتالي احنا مش قادرين نهيئ لاولادنا الجو المناسب للمرحله الخطر دي. هل معنى كلمه ان هي مرحله خطر او ان هي فيها شد وفيها توتر ان انا اوصل ده لاولادي فهم نازلين الامتحان اصلا ما يبقوش عارفين يركزوا او يفتكروا الحاجه اللي هم مذاكرينها؟ طب انا منتظر ايه لما يكون اجواء البيت كلها متوتره؟ انا منتظر ان ابني لما يوصل الامتحان كل همه، هو انا لو حالا دلوقتي ما افتكرتش السؤال ده، طب لو انا نزلت شويه في الدرجات انا هعمل ايه في البيت؟ طب انا رد فعل اهلي اللي في البيت لما ارجع، انا تركيزي انا بقيتش بريزنت، انا بقيتش حاضر في الثانيه اللي انا فيها، الخوف بيسيطر عليا. ما انا محتاج ابقى حاضر عشان تركيزي يحضر، عشان اقدر افتكر المعلومات اللي انا ذاكرتها وتعبت فيها، ما انا شقيت طول السنه وتعبت وحصلت معلومات، محتاج اخرج المعلومات دي بصوره منظمه بصوره صحيه وقت الامتحان. طيب يبقى احنا محتاجين ان المعسكر ده مهم جدا جدا ومفيد وصحي، ولكن احنا عايزينه يبقى معسكر صحي، معسكر مفيد، معسكر ايجابي. الاهل كمان محتاجين هم يشتغلوا على نفسهم معسكر منفرد، الاب والام ياخدوا بعض كده ويتفقوا احنا هنعمل ايه الفتره دي وايه الحاجات اللي احنا هنعملها. طب انا ينفع دلوقتي اجي اقول للولد ما تقومش من مكانك، ما اشوفكش بتتحرك من على مكتبك، مكتبك انت بتصحى كده ادخلك اكلك وشربك وحاجتك ودنيتك كلها، ما تتحركش. كلمه اللي ما تتحركش وما تتحتحش من مكانك دي دايما بتتسمع قوي في البيوت المصريه وقت الامتحانات. طب انا محتاج اخرج طاقه، طب انا متوتر، طب انا محتاج اقوم اتمشى، طب انا محتاج كل 30 دقيقه عقلي يفصل من المعلومات اللي دخلت وابدا اقوم اتحرك، احرك جسمي، العب يوجا، اعمل تمرينات رياضيه، اشغل ميوزك هاديه اسمعها، اي نشاط بسيط لدقائق. انا محتاج احرك جسمي عشان عقلي يبدا يعمل رست ويرجع. طيب. تاني يشتغل. في بعض الاهالي بيسمعونا دلوقتي وبيشوفونا وبيقولوا لك ده انا متقبله طول السنه لكن فتره الامتحانات لا انا خايف عليهم. انت يعني حضرتك كده اللي بتقوليه يعني بيخليهم يعني يفلتوا من مش عارفه كنترول، مش هيبقى فيه كنترول في الموضوع. مش قادر اتحكم. وانا ده من خوفي عليهم انا بعمل كده. هو وجهه نظره كده، هو في الاخر حسن النيه الاب او الام. مظبوط. بس هي وجهه نظره كده ان لا لازم الشده ولازم الحسم ولازم القوه ومفيش نفس ومفيش حاجه. اوكي طول السنه ممكن يقوم يتمشى يفصل عقله كل 30 دقيقه لكن فتره امتحانات لا، يعني لا هو الراجل قفل دماغه على كده. خلاص الاهل هنا قررت ان هي اتوترت. فانا لا مش هديله الفرصه ولا المساحه ان هو يعمل اللي هو عايزه. طيب هو هنا المشكله في النقطه اللي انت قلتها دي، ان الاهالي بتحس ان هي بتلوز الكنترول، مش هي المتحكمه في اليوم، مش هي المتحكمه، لان خلاص هو انا ابني ذاكر اللي ذاكره داخل الامتحان، انا مش متحكم في النتيجه، انا مش قادر اقول ان ابني باللي عمله ده هيدخل يجيب لي المجموع اللي انا منتظره. فاحساسهم دايما الاهالي، وانا مقدره ومحترمه ده جدا، ولكن هو غير مفيد للولاد.
طب احنا ممكن اقول حاجه صحي. ممكن الاهالي تكون خايفه وقلقانه، ما هم فعلا خايفين بتعبر عن ده باسلوب وطريقه غلط، فيوصل للابناء انهم مش مقدرينهم، مش مقدرين التعب والقلق اللي هم فيه، مش داعمين ومساندين ليهم. فهو اعتقد الطريقه والاسلوب بس هم اللي غلط. ما احنا هنا ما بنقولش ان في اي نيه من اهل، طبعا لا من اب ولا من ام هتبقى نيه سيئه. هم دايما عايزين ولادهم احسن منهم، واحنا لازم الولاد يبقوا فاهمين ده. هو باباك ومامتك لما بيشدوا عليك او لما بيتكلموا معاك ما تقومش من على مكتبك، هما مش نيتهم ان انت تبقى محبط او قاعد متضايق، هما نيتهم فعلا حلوه قوي، هما عايزينك احسن واحد في الدنيا. الكلمه اللي دايما بتتقال، عايزك مش احسن مني، عايزك تشوف احسن واحد في الدنيا. ولكن احسن واحد في الدنيا ده من وجهه نظر مين؟ او بانهي طريقه؟ وبانهي اسلوب؟ وهو الطفل نفسه والشاب اللي داخل دلوقتي في مرحله عمريه، مرحله عمريه ومرحله انتقاليه كمان، هو شايف نفسه فين ومواهبه وقدراته ايه؟ الكنترول اللي مهم قوي نرجع له النقطه اللي احنا عايزين نقفلها دي عشان تبقى واضحه لكل الاهالي، فكره قدره على التحكم. الاهل بتبدا تتوتر لما التحكم يخرج بره ايديهم، لما يحسوا ان هم مش مسيطرين على المرحله دي. لا، هو انا محتاجه اقعده اكتر عشان النتيجه اللي انا مستنيها تجيلي زي ما انا عايز. طب السيطره صح ولا غلط؟ ولا السيطره بحدود؟ ما هو في حد ممكن يقول لحضرتك ما انا لازم اكون مسيطر عشان الامور ما تفكش، ابني شقي لعبي. التزام ونظام ده ما فيش اي حد يعترض عليه، التزام ونظام والاحترام المتبادل ما بين الطرفين، ما بين الاهل وما بين الولاد. مش السيطره بمعنى كلمه السيطره، لان هنا بيكون في حاجه اسمها هي وين وين سيتويشن. انا هحترمك وانت هتحترمني، ما ينفعش الاب يقلل من ابنه او الام تقلل من بنتها ونيجي نقول لا معلش والله انا هدخل ازعق لك في وقت ما انت بتذاكري ومنتظر منك ان انت هتتقبلي مني كل الكلام وتبقي هاديه ومستمعه ومركزه كمان. كويس كمان ده مستحيل. وصلنا لنقطه مهمه وممكن تكون حل كمان، مشاركه الاهل مع اولادهم في جدوله الوقت. ان احنا والله هنذاكر كام ساعه في اليوم، بعدين هنطلع مثلا بريك كام دقيقه، نعمل نشاط معين. هل ده مهم ان الاهل يعملوه؟ عارفه يا فاطمه هاخد من كلامك حاجه حلوه قوي، فكره المشاركه. احنا دايما بنيجي نتكلم لما اي حد بيعمل بابليك سبيكينج، لما يجي يطلع يتكلم قدام جمهور، شارك مخاوفك. من اكتر الحاجات اللي بتعمل كونكشن ما بين الاطراف ان انا اشارك مخاوفي. يعني انا دلوقتي لو انا جايه اللقاء معاكم النهارده، اوكي، فانا حسيت ان انا متوتره شويه، اول حاجه هقولها لكم ايه؟ حاسه ان انا النهارده متوتره شويه. الكونكشن الطبيعي ما بين الهيوم بينجز بيحصل ايه؟ ان الانسان بيبدا يوصل اللي قدامه لا انا معاك، ما تقلقش، او هقدر او هحترم ده، مش هتعدى حدودي، هخلي بالي. فما بالك ما بين الاهل وولادهم؟ انا قلقان، روح قول لولادك، اقعدي مع ولادك قولي لهم انا خايفه، انا قلقانه، مش انا مرعوبه، انا مش عارفه انام. لا، ما توتريهمش، ولكن شاركي مخاوفك ومشاعرك. اقعد كأب، الأب طبعا بيبقى عنده حدود صارمة ان هو ما يقدرش يقول انا قلقان. الصورة النمطية عن الأب ما يقدرش يهزها ويقول انا خايف او انا قلقان عليك او قلقان على مستقبلك. لا، شاركوا مخاوفكم مع اولادكم، قولوا لهم احنا عايزينكم احسن، عايزينكم كويسين، مش انا بضغط عليك عشان انا في حاجة معينة وعندي أجندة خاصة في دماغي وعايزك تدخل كلية زي ما انا محتاج. لا، انا فعلا عايزك كويس، خايف عليك ان انت لو ما قعدتش والتزمت اليومين المهمين قوي دول في السنه، احنا بنتكلم ان هم بضعه ايام في السنه، انا محتاجك تركز فيهم. فانا كل ما بشارك مخاوفي، كل ما بعبر عن اللي جوايا، كل ما ولادي هيقربوا مني اكتر، هيحسوا ان الجاب اللي ما بين فكره الاهل، البعبع الكبير اللي داخل بيزعق بس وبيتوتر بس وده باصص لك من نظره الصغير القصير، لا هي مش كده. واحنا الاثنين بنتناقش، واحنا الاثنين عندنا مشاعر، واحنا الاثنين بنحس، واحنا الاثنين بنخاف، واحنا الاثنين بنطمن. فتعالوا يلا مع بعض، انت قلقان وانا قلقان، بس انا ممكن اساعدك ازاي؟ لان انا الادالت، انا الشخص الناضج في البيت. فانا الناضج، انا اللي اقدر احتوي اكتر، عندي المساحه ان انا احتوي، فاقدر اقول اروح لولادي اقول لهم ايه؟ انا قلقان وخايف، سوري ان انا خبطت لكم المايك، انا قلقان وخايف، ولكن اقدر اساعدك ازاي؟ اقدر اعمل لك ايه؟ انا موجود جنبك. اذا هنخلق حاله من الحوار، فبالتالي هنقرب المسافات بالظبط. ومتهيألي اللي انت قلتيه ده نهال دلوقتي بيفرق بين القلق الصحي والقلق او الخوف الزياده اللي هو ممكن يبقى بقى اللي هيوصلنا في منه كل أضرار. اللي انت قلته في الاول اللي هيوصلنا اللي هي للمشاكل اللي فعلا هنحصلها بقى. تبدا انت تخلق ايه؟ تبدا تخلق عند ولادك ديبرشن. ما هو انت القلق الغير صحي اللي انت ذكرته دلوقتي ده هيخلق عند ولادنا ايه؟
توتر وضغط نفسي وضغط عصبي، وابدا بقى في كتير جدا. وبتعالى قابلني بقى اذا حليت كويس واذا حصلت كويس واذا بنواجه جدا كتير جدا في سيشنز، وبنقول عليها ان بيبقى في ورش خاصه بالتربيه الايجابيه، بيجوا يشتكوا ان اولادهم بيدخلوا في مراحل اكتئاب في الثانويه العامه، ويبداوا يلجأوا لمتخصصين من اول ثانويه عامه. ليه؟ ضغطه الامتحانات بس، هو لسه ما واجهش الحياه بمشاكلها وصعوباتها، ولكن هي ضغطه الامتحانات هو ما عندوش القدره ان هو يتحمل زيك. من باب الضغط كمان احنا اتكلمنا عن اهميه الحوار بين الاهل وبين اولادهم اللي في ثانويه عامه، ده حوار ايجابي واحنا متفقين جدا على ده. لكن في حوار سلبي، الفخ اللي بيقع فيه كتير من الاهالي، فكره المقارنه. انت لازم تذاكر كويس علشان تحل كويس علشان تجيب مجموع عالي علشان تدخل كليه هندسه زي ابن خالتك، لا انت لازم تدخلي طب زي بنت عمتك لانك لا انت مش اقل منها في حاجه. هي هي احسن هي عندها ايد زياده ولا رجل؟ ايوه الكلمه دي عندها ايد زياده، عندها عين زياده، مخ واحد واثنين ايد، وهي مش اقل منها في اي حاجه طبعا. ف ايه بقى مشكله المقارنه؟ ازاي بتاثر على الاولاد خاصه في المرحله الحرجه اللي هم فيها دي؟ المقارنه بتتاخد من وجهه نظر الاهالي ان هم تحفيزيه، عمليه تحفيزيه بحته. يعني لما تيجي تتكلمي مع الاب والام تلاقيهم بيرد عليك يقول لك ايه، انا عايزه ينشف، انا عايزه يقلق، او انا عايزه يتوتر، او انا عايزه يحس ان في حد احسن منه. هو من وجهه نظره المايند سيت بتاعته بتطلع الكلام على ان هو تحفيزي. انا بقول لك اللي هو شفت نخلتك لما عمل كذا، انا براحتك يعني لو انت عايز تبقى فاشل وضايع براحتك، بس بقى شفت الناجح عمل ايه، انا هنا بعمل ايه. انا بحطه في مقارنه مع شخص هو مختلف عنه تماما، ده انسان وده انسان، ده عنده قدرات وده عنده قدرات، ده عنده مواهب وعنده امكانيات كتيره جدا، انا محتاجه اكتشفها مش اقارنه. ما احبطوش، لان بعض التحفيز لما بيطلع باسلوب سلبي بيحبط، يكون هدام. طب انا مش هعمل، طب ما انا كده كده انا مش زي منى بنت خالتي، انا مش شاطره زيها. هي البنت عندها قدره ان هي تقعد تذاكر عدد ساعات اطول، هي بتحفظ اسرع، هو شاطر في البلاغه اكتر. ايا كان مين من قرايبنا ومن صحابنا اللي دايما، والاخوات ساعات كمان بتعمل مقارنات، ودي بتبقى من اسوء انواع المقارنات كمان لما بتتقارن ما بين الاخوات، لان احنا هنا بنضرب في العلاقه الاساسيه ما بين الاخوات وبعض. فالمقارنه في حد ذاتها بتضرب الثقه بالنفس، اول حاجه بتدخل عليها تهدها الثقه بالنفس، لان انا ما بقتش كائن منفصل، انا بقيت بتقارن بشخص تاني، ما بقتش انا في حد ذاتي انسان، انا بعمل حاجات كويسه وبعمل حاجات غير منضبطه ومطلوب مني ان انا اهذبها، لا انا بقيت هو انا وده، هو انا ودي، فمين احسن. فانا دلوقتي هو انا بذاكر وبحصل وبنتج وعايز ادخل كليه كويسه ومناسبه لاحتياجاتي انا ولشخصيتي عشان انا ابقى احسن من فلان، عشان اسبق قريبي بس، ولا عشان انا اكون انسان منفصل بذاتي، انا كائن كامل، انا ما بتقارنش بحد. فالمقارنه لو هنقفلها بجمله، المقارنه هي من اكتر الحاجات اللي لو اب وام عايزين يضربوا الثقه النفسيه عند ولادهم يستخدموها. هو احنا ممكن نستخدم المقارنه بس باسلوب غير كده؟ بصي يا فاطمه، هي فكره المقارنه في حد ذاتها هدامه، لان ليها ابعاد كتير قوي. المقارنه ممكن امتى؟ في حاجات تشجيعيه، بس بما اني انا ما اقدرش اظبط الشعره اللي ما بين امتى تبقى المقارنه هداف وامتى تبقى هدامه، ابعد عنها، البعد عنها افضل. لان انا ممكن كلمه صغيره انا بقول له انا بشجعه، لا هو انا مش بشجعه. ليه؟ طب ما انت مثلا لما انت بتتكلمي، لا انا ممكن ابص على طالب متفوق الاول على الجمهوريه وابص له بنظره الله ما شاء الله ربنا يبارك له، انا نفسي ابقى زيه، هو انا هنا مش بقارن، هو انا كمان عايز ابقى مكانه، بطمح مش بضيعه واشيله وانا بس، ما نبقى كلنا ناجحين، ما نبقى كلنا متفوقين. لكن المقارنه دايما بتعتمد على فكره يانا يانتا، ليه ما تبقاش احسن، ليه ما نبقى كلنا كويسين. فهنا دايما دي الشعره بتاعه المقارنه اللي بيبقى فيها الخطوره. فبما ان كلنا كبشر واحنا بنتكلم بيبقى الشعره دي احنا مش متمكنين فيها، وخصوصا مع الانفعالات والتطورات اللي موجوده في التوتر وقت الامتحانات، ما لجأ لهاش، ابتعد عنها. انت عارفه انا اكتشفت حاجه كده، انا كنت فاكر ان المجتمع المصري عاطفي قوي فهو اللي عنده حاله التوتر والقلق والرعب ده بس، يعني لقيتها بره، اكتشفت ان الدنيا كلها العالم كله كده بيتوتر في المرحله دي، وبيبقى فيه مقارنات، وطبعا بتختلف بنسب وبدرجات من مجتمع لاخر،
ولكن اكتشفت ان هي حاله عامه بجد، يعني ما طلعناش احنا اللي عندنا مشكله ولا حاجه. بس خلينا نتنقل معاكي من ده لنقطه تانية وهي مهمه جدا. انا عندي امتحان اي حاجه فيزياء حلت وحش، وعندي بعد 3 4 ايام بقى امتحان كيمياء، فتنكد عليا بقى في البيت، وازاي ده انت كنت مذاكرها كويس، صح، ده احنا مش عارف عاملين لك ايه علشان تجيب، ازاي، طب وبعد كده هنعمل، عارفه بيبقى في هجوم صارخ وقوي وفظيع. انا من وجهه نظري الشخصيه ان ده مش وقته خالص، ولا ده صح اصلا. ولو افترضنا ان احنا هنلجا الاسلوب ده فمش في التوقيت ده، ده رايي الشخصي، انا ما اعرفش انت رايك ايه وراي العلم يقول ايه. يعني خلاص احنا بنتكلم ان احنا طلعنا من امتحان الفيزياء وعندنا امتحان الكيمياء، والفيزياء لم نصيب فيه، ما قصبناش الامتحان كويس، دخلنا عملنا اللي علينا، ذاكرنا واجتهدنا، بس واحنا جوه الامتحان خلاص حصل اخفاق في العمليه نفسها. انا لو فضلت اعيط وازعل وبكت ولادي على الامتحان اللي ضاع، هو هيدخل اللي بعده مش مجهز نفسيا وغير مهيئ اصلا ان هو يدي اي حاجه، بلس ان الخوف هيبدا يسيطر عليه، ما انا اكيد هيضيع مني زي اللي قبله. ما انا مش بس يعني انا مش هيبقى واحد اللي ضاع، لا هو انا خلاص انا مش عارفه افتكر، انا بدخل انا ما ذاكرتش كويس، انا كده خلاص، يبقى انا هنا فقدت تركيزي، فقدت ثقتي بنفسي، فقدت شعوري بالامان اللي انا كنت حاسه من اهلي ان هم بيدعموني، فانا خلاص. طيب اعمل ايه في امتحان زي ده؟ هل ده معناه ان انا اسكيب خالص المشاعر السلبيه اللي عندي واقول لابني او بنتي او لا خلاص بقى انا مش عايزك تزعلي خالص، ما تعيطيش حتى لو الامتحان جزء كبير منه وانت كنتي مذاكراه وراح ونسيتيه، ما تعيطيش. لا، انا عايز احترم المشاعر، لان لما بيكونوا الولاد عاملين مجهود ومذاكرين وتعبانين في حاجه بيزعلوا وبيصعب عليهم ان هم ما قدروش يقدموها كويس بالصوره اللي هم منتظرينها من نفسهم، فانا الاول هقدر مشاعرهم هحترمها. يعني انا محترم قوي مشاعرك، انا مقدره قد ايه انت زعلانه ان الامتحان ما عملتيش فيه زي ما انت عايزه، ايه اللي ممكن نعمله في الامتحان اللي جاي عشان الموقف ده ما يتكررش معانا؟ هنزعل وهنقدر وهنحترم، وبنقول هنا انا موجود جنبك ومحترم مشاعرك، لازم انا بثبت اني بحترم مشاعر الحزن اللي عند ولادي. مش هي الاكستريم في حد ذاتها عموما في التربيه بتوصلنا لنتائج عكسيه، فكره في اي حاجه غلط في اي شيء في اي شيء، ولكن معانا في التربيه بيدينا نتيجه عكسيه قويه، والتربيه اللي هي اصلا بتبقى الروح الاساسيه للبيت، انت بتربي عشان انت عايز ولادك احسن منك. فانت دلوقتي لا الاكستريم لو احنا هنسكيب المشاعر خالص، ما تعيطش، ما شوفكيش بتعيطي، امتحان وراح خلاص، لا، لان انا محتاج اي هاف تو ابريشيت واحس وادعم واقرب، انا موجود معاكي وحاسه قد ايه انت زعلانه من ده ومقدره ومحترمه، بس اوكي تعالي نفكر احنا ممكن نعمل ايه. ولا طبعا ما انت لو كنت ذاكرت كويس انت كنت حصلت اللي انت عايزه وكنت دخلت امتحان وانت لو ما عارف ليه، عشان في ساعتين بالليل انا قلت لك ذاكرهم وانت ما ذاكرتهمش، في نفس خدته، ده خلي الفيلم اللي كنت بتفرج عليه ينفعك، افتكرت بقى الفيلم في اللجنه وانت قاعد. لا، هي انتقاء الالفاظ واستخدام المصطلحات دي حاجه قويه ومهمه جداً من الاهالي. هنكمل كلامنا مع حضرتك طبعا، لسه في يعني الحوار لسه قائم على معامله الاهالي لاولادهم في مرحله الثانويه العامه، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل مع استاذه نهال فهمي حوارنا مره ثانيه، استنونا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين كلامنا عن معاملة الأهالي لأولادهم في مرحلة الثانوية العامة، مرحلة اللي أنا بشوفها أو يمكن الناس كتير بتشوفها أنها بعبع، دايما كده بيقولوا بعبع الثانوية العامة، نتيجة أن بيبقى في أجواء عامة في البيت كده مش ظريفة، إحنا بقى عايزين نخلي الأجواء العامة والطقوس اللي موجودة في البيت تكون يعني مشجعة للطالب أنه يذاكر أفضل، أنه يؤدي كويس في الامتحان، أنه ما يحسش بقلق وتوتر خالص ممكن أنه يؤثر عليه سواء من الناحية النفسية أو من ناحية تحصيله الدراسي زي ما كنا بنتكلم. برحب بأستاذة نهال فهمي استشاري الصحة النفسية من جديد، أهلا بيكي ومنورانا، ولسه بقى مكملين حوارنا عن الأهالي. عن الأهالي بعبع زي ما هي قالت، الحياة بتقلب في يعني رعب كده وخوف، ويمكن احنا كنا بنقول ده من شوية. طب عايز اروح معاك لحتة
انا زهقت يا بابا و يعني اتخنقت وتعبت من المذاكره ومحتاج افك شويه. تلاقي بقى ايه رد الفعل كده، رياكشن كده بالوش، نعم بتقول ايه يعني حضرتك اصل شويه يعني إيه, ايه ايه اللي انت بتقوله ده، تنسيت ان احنا في معسكر ولا ايه؟ ايه بقى الشباب دي مش من حقها يعني ترفع عن نفسها شويه؟ مش قادرين يستوعبوا. هنا قصدك يا عمرو ان في حاجه اسمها ان ابني او بنتي محتاجين يرفعوا عن نفسهم شويه، صح؟ اصلا انا مش قادر استوعب فكره ان انا ممكن في وقت امتحانات وفي وقت توتر هو بيقول لي انا محتاجه ارتاح واهدى او اغير جو. طيب خليني هاخد حته حلوه قوي في اللي انت قلتها، فكره الترفيه. هو الترفيه اللي هو بالنسبه لطالب في السن ده اللي هو ايه؟ ما انا ما ينفعش كولي امر ابني يقول لي والله انا محتاجه اسافر يوم في وسط الامتحانات وفي وسط التوتر وانا هنا اوافق. لا، اعتدال، الاعتدال في كل شيء، ولكن ده ما يمنعش ان هو من حقه ان هو يغير جو. من حقه، انا ممكن اخده وانزل الف بالعربيه شويه، ممكن نروح نقعد في النادي، ممكن اخليه يشوف حد من صحابه لو الفتره بين الامتحانات عدت ايام عندي كذا تسمح يوم يعني. طبعا انا ذاكرت وعملت اللي عليا. لا، ممكن تنزل ساعتين، لا ممكن تنزل ساعتين، مفيش مشكله. لو انت في رياضه معينه بتتمرنها ودي هتخرج الطاقه اللي جواك فهتخليك سعيد بنفسك وفخور بالحاجه اللي انت بتعملها، روح تمرينك ما تعطلوش. طب انت عايز تتفرج على التلفزيون وهي الحاجات اللي دايما تسمع في ثانويه عامه كده، هو ده بيتقفل، انا ما اشوفوش مفتوح. لا، بس حاجه ما توترش اعصابه، حاجه ما تضغطش عليه، بس هو من حقه ان هو يعمل ده. لو ما فيش خروج بره البيت وفي كام ساعه قبل الامتحان او مثلا هنقول اليوم اللي بيبقى قبل الامتحان، هل في طقوس معينه الاهالي ممكن يعملوها جوه البيت من باب الترفيه للطالب ما تبقاش كل الاجواء كده مشدوده؟ من احسن الحاجات عشان الطالب يروح الامتحان جاهز ومستعد عدد ساعات نومه. عدد ساعات نومه مهمه جدا، دي كلمه سريه بجد، احنا دايما بنعتاد عليه نام كويس، نام عدد ساعات كافيه. لا، هي مش بسيطه بالبساطه دي. احنا بنيجي ساعه الامتحانات يا بنتوتر بالليل مش قادرين ننام اصلا لان احنا عندنا ارق، انا خايف، انا قلقان، يا بنطبق عشان نذاكر او انا محتاجه اذاكر كميه اكبر. فانا مش هينفع انام دلوقتي. لا، انت كل اللي انت هتذاكره بالليل ده مش هتلاقي نتيجته موجود. انت محتاج تنام كويس، تهدى، فذهنك الصبح يبقى صافي ورايق. انت فايق، ما ينفعش. عارف لما انت عندك حاجه مهمه قوي قوي ولازم تحترمها وتقدر الميعاد اللي عندك، انت الامتحان ده ميعاد مهم يجب ان تحترمه، وعشان تحترمه تدي له وقت كافي الصبح وانت نازل تبقى رايق، فما تصحاش متاخر، ما تنامش متاخر. فاول حاجه كلمه سريه كده تظبيط مواعيد النوم. ايوه، بس في ناس يعني النوم بالنسبه لها بيبقى صعب من القلق، ويعني انا بلتمس لهم العذر الحقيقه، يعني هو مش عارف ينام، هو مش قادر، خايف، مركز في الاسئله، طب الحته دي انا ما ذاكرتهاش كويس فخايف، فبيجي له حاله بانيك كده، انا مش عارف انام، وحاله توتر وبيطلعها على كل اللي حواليه، ده نعمل معاه ايه بقى ده؟ طيب احنا هنا بنلجا ليه؟ احنا بنلجا لحاجه طبيعيه جدا مطلوبه من ولادنا في السن ده وفي المرحله دي. هو دلوقتي لو دخل اخد دش بميه دافيه، تمام، صلى، قرا قران، هدي وهدى اعصابه، هدي خالص، والمود بتاع البيت كله هدي، هو هيقدر يساعد نفسه ان هو ينام. انا ما بقولش ان في هنا عصايه سحريه هنعمل كده بالعصايه السحريه هو الارق هيروح، لا، ما احنا عارفين ان ده امتحان، احنا عارفين ان هي حاجه مهمه. احنا لو راجل كبير مش شاب صغير في مقتبل عمره، لو راجل كبير عنده 40 سنه وعنده اجتماع مهم في شغله هيبقى قلقان، لو رايح بيعمل برزنتيشن في شركه جديده هيبقى قلقان. بالظبط، احنا عموما لما بيكون في حاجه مهمه بنبقى يعني قلقانين. عارفه انت لو حطيتي الاب مكانه ووجهتي له الرساله دي، الاب نفسه لو رايح يعمل عنده مقابله مهمه بالليل هتلاقي عنده اوفر ثينكينج وعمال يفكر والافكار عماله تتضارب وهو مش قادر ينام، طب انا طب اقوم اعمل كذا، طب احضر كذا، طب افتح اللابتوب واخلص كذا. نفس اللي بيحصل لك ده موجود عند ابنك. فاحنا بنتكلم دي مراحل طبيعيه، بس احنا ما بنحاولش نقضي عليها. مش لازم هو هتنام يعني هتنام، لان هم قالوا ان لازم تنام عدد ساعات كافيه. أيوة، ويخش عليه الاوضه انت لسه ما نمتش؟ طب انا اعمل ايه طيب؟ انا مش جاي لي نوم. ايوه، بس انا بالراحه انا عندي شويه عوامل مساعده. ما انا لو صاحي في ميعاد كويس هقدر انام في ميعاد كويس، هقدر اعمل اللي عليا، هنظم وقتي اليوم وقتي. بتاعي شايفه ماشي ازاي. طيب انا حاسس ان في حاجه لسه انا ما ذاكرتهاش قبل ما انام،
انا مش قادر، يعني انا دلوقتي حالا انا متوتر جدا، انا شاب عندي امتحان بكره متوتر جدا، في جزء من المعلومات انا محتاجه اذاكره دلوقتي وانا مش عارفه اذاكر انام غير لما اذاكر. اعمل ايه بقى؟ طيب، وهي دي فكره ان دايما التعسيف في اي شيء بيبقى مضر، مش لا خالص، مش الاه خالص، نفس فكره الاكستريم اللي كنا بنتكلم عليها قبل الفاصل، بالراحه ممكن اخد جزء، اخد حته، انت عايز تذاكر شويه اوكي مفيش مشكله، طب خلاص هتقعد قد ايه؟ انت محتاج من الوقت قد ايه دلوقتي تقعد تذاكر؟ يقول لك والله انا في عندي الفصل الفلاني بالجزء ده بالدرسين دول انا محتاجه اراجعهم. طيب تعال نحط مع بعض جدول، انت مثلا معاك ساعه، هنقسم الساعه دي مفيش مشكله، حتى لو ميعاد النوم جه مش هدخل زي ما عمري افتح الباب انت ما نمتش لحد دلوقتي، انت لازم تعمل حالا لان عندك بتا... لا طب افرض هو مش قادر، عمل اللي عليه وهدي وتعشى وكل اكل صحي وشرب ميه كافيه عشان يكون ذهنه صافي ودخل خلاص مش قادر، طب انا هقعد معاك ساعه كمان. الدعم مهم جدا، مهم جدا جدا فوق ما ممكن اي اب وام يتخيلوه. فكره ان هم يبقوا مع اولادهم خطوه بخطوه فيقولوا لهم ايه؟ انا معاك، انا مش واقف في جانب وانت في جانب، مش انت دلوقتي انا بزعق لك ان انت محتاج تنام لان انا عارف مصلحتك، هي مش كده، انا ممكن اساعدك ازاي؟ طب ايه رايك تديني اقتراحات ايه اللي ممكن يساعدك على النوم؟ وده بيبقى لطيف جدا بقى ان انت تبدا تشارك ولادك هو شايف من وجهه نظره يقدر يعمل ايه؟ فيبدا يقول لك والله انا محتاج اقعد 10 دقايق لوحدي، طب انا محتاج العب على الموبايل شويه، طب ايه رايك ان الموبايل هيشتت ذهنك؟ ايه بدايل ممكن نعملها بدل الموبايل؟ مش برفض رفض تام، انا ما بدخلش عليه موبايل ازاي تقولي انا هاخد الموبايل قبل الامتحان بليه، مش كده اوكي، موبايل دلوقتي مش مناسب للظروف اللي احنا فيها لليوم ده، بلاش استاذنك، بلاش ان انت تلعب عليه عشان ذهنك ما يتشتتش زياده، اديني بدايل تانية. دي مرحله ما قبل النوم، دي مرحله اللحظه الحرجه اللي انا مش عارف انام دلوقتي. طيب في حاله في اليوم كله هل لازم الاهل يمنعوا اصلا استخدام الموبايل او السوشيال ميديا او المشتتات بقى اللي الاولاد بيلجؤوا لها ده في اليوم بشكل عام؟ بصي يا فاطمه، انت بتتكلمي مع طالب ثانويه عامه، انت ما بتتكلميش مع طفل صغير او حد عنده 6 أو 7 سنين، احنا بنتكلم مع شاب او شابه مراهقين، احنا مش عايزين ندخل معاهم في صدام، هو انا مش انا اللي عندي القدره فبمنع عنك الشيء، ما ينفعش، ما ينفعش يبقى التعامل بالشكل ده، ولازم يشاركني من الاول انت هتستعمل موبايلك النهارده قد ايه؟ وتستعمله في ايه؟ محتاج يعرف ده ولا مش لازم؟ انت ما هو انا من الاول دي حاجات تانية انا ببقى متفق عليها، ده ثوابت بشكل يعني عام. بص هقول لك الثوابت، او اتفاقات عائليه مسبقه، لان بيكون في اجتماعات عائليه مسبقه. طب انا في بس نقطه هنا مهمه جدا، اتفضل. احنا بنتكلم على الترفيه وان من حق الطالب او الطالبه يكون في جزء في يومهم ترفيهي طبعا، حتى ولو ايام الامتحانات، ولكن طبعا بشكل معتدل. طب الفيديو جيمز هل هي من اساليب الترفيه المحموده اثناء فتره امتحانات، ولا هي بتاخد من تركيزي؟ لان انت عارفه في العاب بتبقى اللي هو بتبقى انت مشدود ومركز تنشن. قوي بيبقى تنشن جدا طبعا بالظبط، فهل طبعا ده هيخليني ارجع اقدر اذاكر كويس، ولا يفضل الابتعاد عن الالعاب اللي بالشكل ده خلال الفتره دي؟ طيب خليني اقول لك يا عمرو، كل السكرينز تي في، موبايلز، هلعب بلاي ستيشن، طول ما اي حاجه بتعرض على السكرين فهي من المؤثرات السلبيه على عقلي وتركيزي، لا خلاف عليها، لان هي بتشتت الذهن، فانا هنا محتاجه اقننها، لان انا لو منعتها بالكامل هيحصل صدام في وقت انا مش محتاج ادخل فيه في صدام، مش ده الوقت المناسب ان انا اتناقش فيه ان حاجه مش عجباني في السلوك اللي ابني بيعمله، ولكن اقنن فبساله انت محتاج تستخدم الحاجه دي قد ايه؟ بس دي اكتر مشتتات الذهن؟ اه طبعا هي من اكتر مشتتات طبعا، والبعد عنها هو الافضل، وخصوصا لو هنرجع تاني لكلمه فاطمه، اليوم اللي قبل الامتحانات، اليوم اللي قبل الامتحان، يعني لو انا الامتحان بتاعي بكره الصبح طبعا انا محتاج ابعد عن السكرينز تمام، ولكن احنا بحكم خلاص اللي حاصل في المجتمعات دلوقتي انا مفيش حاجه اسمها ان انا ابعد عن السكرين، لان هو بقى جزء دلوقتي من اليوم، جزء من الحياه. فانت بتتكلمي على تين ايجر، خلاص هو ده جزء من يومه وموبايله، فاحنا مش عايزين نرجع 20 30 سنه لورا ونقول لا عادي هو التكنولوجي دي، لا ده جزء موجود. لا والاولاد بشكل عام في ثانويه عامه حتى لو هم مش مهتمين قوي بمذاكرتهم ودراستهم، بس هياخدوا الموبايل حجه، لا ده اصل انا جروب الدفعه منزلين حاجات معينه فعايزه اذاكرها، ما اعرفش ايه، اصل في بوستات معينه وعايزه اذاكر اونلاين والكلام ده كله. طبعا
وهي فعلا، طب ما هو فعلا، طب ما احنا فعلا ولادنا بيعملوا كده، والولاد فعلا بيقدروا يذاكروا ويحصلوا معلومات من عن طريق الانترنت، بس هي مش دي الحاجه الوحيده. عشان كده بنقول التقنين، فكره التقنين هنا هي اللي بتبقى حط لي انت الوقت اللي هتستخدم فيه السكرينز، عايز السكرينز على مدار اليوم قد ايه. ففي اتفاق مسبق، طول ما في اتفاق مسبق ارجع بعمل حاجه بعد الاتفاق، ارجع اراجع على الاتفاق. طب مستوى الترفيه او نسبه الترفيه، عفوا نسبه الترفيه في يوم الطالب اثناء الامتحانات تعتمد على شخصيه الطالب. مفيش يعني، ما اقدرش اخدها جنرال، مفيش كبسوله كده مضاد حيوي واضح كده اللي هو لا هو انت محتاج عندك ساعتين مثلا على مدار اليوم؟ لا طبعا، لان احنا تحصيل ولادنا مختلف، يعني تحصيل الطلبه نفسهم مختلف، قدرتهم ان هم يقعدوا في ثبات يذاكروا مختلفه. احنا بنتكلم ان الصحي 30 دقيقه، ان انا ابدا اكون قاعد على مكتبي بذاكر ومحتاج اقوم اتحرك اعمل اي موفمنت، حتى لو انا هستريتشنج، يعني انا خمس دقائق مثلا بالظبط، بفصل من 5 لـ10 دقائق بعمل ستريتش بس، جسمي كله، عقلي بيبدا تاني اعمل تمارين تنفس، ابدا ادخل على اليوتيوب اشوف ايه هي تمارين التنفس المناسبه ليا، وممكن الاب والام يشاركوا في حاجه زي كده، وتبقى دي اللحظه اللي العيله كلها بتشارك فيها. الولد اللي عنده امتحان بكره، لا طب تيجوا يلا كلنا نعملها سوا. طب بما اننا بنتكلم عن العيله، فخلينا نروح للغلابه بقى التانيين، يعني مثلا انا لو ام، معلش لو هكبر نفسي شويه في الحلقه دي، بس لو انا ام وعندي اولاد في مراحل عمريه مختلفه، منهم طالب ثانويه عامه، والاولاد عايزين يخرجوا يتفسحوا يمارسوا انشطه ترفيهيه معينه، يعملوا اي حاجه مثلا ترفيهيه في البيت، بس انا منعاهم بقى من الموضوع ده خالص علشان اخوكم ما يحسش بحاجه غريبه عنه، طب هم ذنبهم ايه؟ هل انا كده بتصرف تصرف صح ولا غلط؟ طيب الكلام اللي انت بتقوليه له جزئين مهمين قوي. الجزء الاول هو الاولويات، تقسيم الاولويات في البيت. احنا دلوقتي عارفه لما بيكون عندك في ايفنت معين، هو الايفنت بياخد الاولويه القصوى بتاعتنا، فاحنا عندنا في اولويه ان اخونا عنده امتحان، فاحنا كلنا مثلا ما ينفعش نعلي التلفزيون، فعش نعزم صحابنا ونستضيفهم عندنا في البيت في الايام اللي فيها عندنا مذاكره، ما حبكتش هو ده الوقت المناسب. فانا بقول ان اوكي اتس اوكي ان احنا نعمل ده، بس مش ده الوقت المناسب ليها ان احنا نعمل كده. طب لو الاخوات عندهم القدره ان هم ينزلوا او يروحوا او بيقدروا يروحوا ويتحركوا لوحدهم، اوكي يقدروا يروحوا، انا مش بمنع ما تخرجش يا حبيبي عشان اخوك ما يتضايقش ان انت خارج، او مشاعر اخوك عشان يعرف يركز. طب ما احنا اصلا ده كائن منفصل عن ده، ما هي دي النقطه، ان احنا هنرجع تاني لفكره ان انا ده شخص وده شخص، ده انسان وده عنده احتياجات وده انسان وعنده احتياجات وده اولوياته مختلفه عن ده، وبعدين كلهم بيعدوا بنفس المرحله، يعني كلهم هيعدوا بيها، بس عارف الحاجات الاساسيه اللي هي ايه، زي ما ذكرت مثلا لا ما نستضيفش صحابنا في الوقت ده في البيت، اه طبعا لان ده مش الوقت المناسب، ده مفهوم صحيح. لكن لو انت عايز تنزل، انت عندك في مناسبه معينه محتاج تروح تحضر عيد ميلاد حد من اصدقائك، لا انت ممكن الاخوات يروحوا، فيهاش مشكله، لان انا مش بعمل حاله طوارئ وكاني مش غلس سرينه على مدار ال 24 ساعه، في سرينه في البيت شغاله توتر، احنا عندنا حاله ثانويه عامه، هما بيقولوا انها فتره معينه مثلا، وبعد بقى الامتحانات هنهيس بقى، يعني كلنا هنخرج هنتفسح هنسافر نعمل كل اللي احنا عايزينه، فهما بس مستنيين الفتره دي تعدي. مشاعر الاخوات مهم، ولكن الاولويه، عارفه ترتيب الاولويات الطبيعي في الحياه، احنا بندي الاولويه لمين؟ لطالب ثانويه عامه، بندي الاهتمام في الوقت ده كده، ولكن ده ما يمنعش نهائي ان احنا نراعي بقيه اخواته ونشوف احتياجاتهم ونلبي احتياجاتهم كمان، ولو هما في حاجه في قدر المستطاع بدون ما هي تأثر على طالب ثانوية عام، لا أعملها، مفيش مشكلة، مفيش ما يمنع ده. أنا يعني مبسوط إن أنا قابلتك أكتر مرة قبل ما يبقى عندي أولاد إن شاء الله، عشان ده هيفيدني في جرعة المستقبل، جرعة بقى كافية للتربية الإيجابية، هيفيدني في المستقبل يعني إن شاء الله. الأستاذة نهال فهم استشاري الصحة النفسية، شرفتينا ونورتينا، ودايما الحقيقة بنستمتع بوجودك معنا في طابور الصباح وبنستفيد، وأتخيل طبعا الأهالي والشباب اللي عندهم امتحانات بيستفيدوا جدا فعلا من نصايحك، ويا رب يعني يجعلوا فايدة كده إن شاء الله. ربنا نورتينا وشرفتينا، ميرسي لوجودك معانا النهارده. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة من طابور الصباح، بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.